سقفوا لهم يا جماعه، جاي من اسكندريه مخصوص. بس خلاص فاكر هتتكلم وكده؟ هتتكلم اتفضل. عايز اتكلم بجد. ماشي. بص يعني في طفولتي كانت الشارع، انا هبدا اقول انا هتكلم. انا جاي ركبت اربعه ورا هموت. شغل بقى ده، نسيب الموضوع للحظ وبتاع. اتفضل كلمه عن طفولتك. بص انا باجي بقالي كتير يعني فاهم هقول. طب خلاص ما تخافش، خلاص ما تخافش، انا خليك تتكلم. المهم بص كنا في الشارع وكده، كان في رمضان برضو تمام. فبعد الفطار نازل عادي بعجلتي الصغننه كده، نازل بتمشى فرع الصواريخ، جيت فرعت الصاروخ كده في شارع جنب شارع بيتنا. فجالي واحد اللي هو اكبر مني يعني مثلا بسنتين ثلاثه، قال لي ما تفرقعش هنا عشان في واحد هنا عنده القلب ممكن يحصل له حاجه. اه تمام. مش هو دور وشه من هنا ومشى قمت انا في فرع الصاروخ. حلو تمام. طبعا هي انا صدقتك بعد ما شهدي كم. اه ماشي. لا ما احنا هنتنمر عليك، ما انت هتيجي يعني تروح كده بيتك فاضيه اتفضل كم. المهم هو ايه، رجع لي تاني ومسكني يا صاحبي ومش عارف ايه وانت بتعمل ايه تمام. فجاء يعني ايه ناس صحابي تانيين بس من سنه، ايه انت بتضرب اخونا ومش عارف ايه، ومسكوا في بعض. انت منين يا صاحبي، انت منين يا صاحبي، طب ايه، طب هات اللي عندك، طب هات اللي عندك. رجع بفته واتقابل. الله يفتح عليك. بس البفات اللي هي اكبر بقى، اللي هم البفات الاكبر بالظبط. اه يعني الناس اللي هم ساعتها كانوا 25 سنه وكده. قامت عركه كبيره يعني فاهم حوار، وبوليس جه ومش عارف ايه، وناس ماتت وشغله يعني تمام. ايه التصعيد ده اللي في الاخر ده؟ والله عظيم كان ماشي عادي، اطفال ولا صواريخ بتاع، رحت طعنه. لا الناس ماتت دفناهم وصلينا عليهم صلاه على طول. والله عظيم. بص هو قبل السحور كده قبل الفجر قامت العركه الكبيره بقى، اللي هم الناس الكبار اتعاركوا مع بعض بسبب عيل صغير كان بيفرع صاروخ من الاخر. فانا كنت نايم عادي. يعني انتوا هم اتخانقوا لحد صلاه الفجر؟ لا ما هم على ما الناس بعد كده عايز يروحوا له ما شربناش من دمه. هو على ما الناس اتجمعت وكده كان خلاص الفجر بيأذن وبتاع تمام. فالمهم يعني ايه، تاني يوم الصبح بقى انا نازل. اه استنى بقى احكي انت هتكمل الشهر. اه اتفضل. انت اسمك ايه الاول؟ محمد رجب. محمد رجب. اه ما تكمل يا محمد. ايه المشكله بقى؟ لا مفيش حاجه، مفيش. اتفضل انا اسف. تاني يوم ايه اللي حصل بعد ما الناس ماتت؟ تمام. انا نازل بقى مش فاهم حاجه، مش عارف العركه دي قامت ليه ولا دارت ليه تمام. نازل بقى فكل الناس قاعده متضايقه ومش عارف ايه، والشباب كلها متضايقه، الكبير والصغير كله في الشارع قاعد متضايق. وفي سرادق تمام، حصل كذا كذا وفلان الفلاني مات. اتفضل كمل مفيش حاجه. هو انا ما سمعتكش. انا قلت في سر يا عم انت، احنا بنهزر وانت جاي في ندوه، ما تهزر عادي. ايوه انا بهزر. انا ما سمعتكش لو سمحت. قله ادب مش عاوز. ايه اللي حصل يا رجاله ومش عارف ايه تمام. قالوا لي في حد مات. ايه ده، ايه اللي حصل ليه ومش عارف ايه، بسبب اللي انت عملته امبارح. اللي هو ايه، هتحكي لنا القصه من الاول؟ لا خلاص بقى، انا عايزك تقتلنا. اتفضل. ما هو انا عايش بالذنب ده بقى فاهم يعني فاهم. فانا طفولتي كده من وانا صغير ان انا موتت حد فاهم، فالموضوع وحش قوي امان. بس انا مبسوط يعني ان انا جيت. مره كنا بنلعب كوره على المريوتين الرئيسي، عربيه جت دهست واحد صاحبي اسمه عمر، وهو في الهواء قريت نزلت هبت في الاسفلت، وقام قال لك اكم خلاص اطلع اقف انا جون. بقول لك احنا مره مسكوا عندنا حرامي، فانا نازل على صوت خناقه وناس بتضرب بعض وكده، فنازل من مدخل العماره لقيت واحد صاحبي، في ناس بتعجنين واحد حرامي وواحد صاحبي واقف قدام، كان تحت البيت عندنا نجار كده. في واحد صاحبي واقف باصص على البوكس ده عمال يعمل، وفي خناقه هنا جدا والله العظيم. فجاه راح راجع لورا وراح ناطط مدي البوكس ده دروب كيك برجله اثنين، راح حرامي طالع من الناحيه الثانيه قال لي قفشته شفت. والله العظيم مره الحرامي ده لما مسكوه حلقوا له دماغه بمقص الصاج، مسكوه من فوق كده، الراجل مسك مقص الصاج ده مقص كده، قال له احنا هنقص لو اتحركت. انا واقف عامل كده